قامت به البحرية الأمريكية في البحر العربي بضبط سفينة إيرانية محملة بالذخيرة الصاروخية للميليشيات الحوثية، دليل على أن إيران مصرة على دعم هذه الميليشيات، وهو إثبات قاطع بأنها وراء هذا الدعم رغم تورطها في العراق في الأزمة الأخيرة، وكذلك انكشافها الكبير في سوريا وكذلك في لبنان، لكنها تبدو مصرة أكثر في دعم الميليشيات الحوثية. هذا الدعم وهذا الموقف وهذا الانكشاف بحاجة إلى موقف دولي رادع. لا يعني أن اليمنيين وحدهم من يوجهون إيران وذراعها الحوثيين، بل يجب أن يكون هناك موقف جاد من قبل المجتمع الدولي.